رجعنا لكم في موجة صيف، ورجعت لكم بخدم تجمو تخدموهم بهمش ناس كنت تجم تخدمهم. الرواتب متاعهم خيالية، وهما من أغرب 12 وظيفة في العالم تجمو تسمعوا بها. غرايب وعجيب، غرايب وعجيب. باهي باش نسميهم لكم ال 12 وظيفة هذوما، ومن بعد كفتحية باش تختار منهم وظيفة أنا هي اللي باش يكون الطموح نتاعها فيها. سيف يختار وظيفة، سمية تختار وظيفة، أنا وطموحاتكم وين تتجه. مريقلين؟ مريقلين. نبداو. باهي، الوظيفة رقم واحد واللي هي متذوق الطعام. تخدم تذوق الماكلة خدمتك؟ هذه أهم نختارها. مازال عاد أختي مازال عندك أوبسيونات أخرين، مازال لك 11 أخرين. تعتبر الوظيفة هذه هي وظيفة أحلام أي واحد فتحية، خاصة أنه الناس اللي تفضل أنها تاكل حاجات غريبة، حاجات مختلفة تقليدية ما سمعوش بها قبل. دونك الشهرية باش تكون فتحية ما يعادل 70,000 دولار شهريتك. هذه نتاع الذويقة. اي ذوق الماكلة. هي اصلا الذويقة شهرية. اي وليو باش تزيد تاخذ فلوس انت فتحي. باهي، وفما حاجات اخرين، انك انت باش تتمتع بتذاكر طيران لاسيا وامريكا الجنوبية والشرقية، معاهم الاقامة في الدول الذية على اللي باش يخدموك هما يقوموا لك بالاقامة الكل، والسماح لك انك انت تتحرك الاربع دول الاخرين في العام. تحب تمشي تتفرهد فيهم تعدي فيهم الاجازه نتاعك، هما يخلصوا عليك. زيد هذه زاده كيف كيف معاهم في الخدمه هذه، كي تقبل انك تخدم انك تتذوق الماكله معناها تاخذ الحاجات هذوما الكل. انا معام. انا عرفتك مش مع برقه، مع للعكوش. انا به عندنا الخدمه الثانيه واللي هي هذه من اغرب ما تجمو تسمو، انك انت تخدم مدفأة سرير في الفنادق. اش معناها؟ معناها فما بلدان بردين برجة، وحتى البيوت نتاعهم كي يبداو شوفيه نتاع لي زوتيل، انت تخدم مثلا فتحيه باش اليوم عامله ريزرفاسيون نص النهار، وانا نخدم على الاوتيل هذاك، نمشي انا من 8 نتاع الصباح نقعد في الفرشة نتاعك باش كي تجي تلقاه دافي. معقول؟ هذه الخدمة الثانية والمرتب بليتو تاخذ 24,000 دولار في العام، بالإضافة لإقامة سنوية في الفندق هذاك بلاش، شامل الطعام وتكلفة المصاريف الترفيهية. العز العز. اي نمشي للثالثه، وانت ديجا تعمل فيها فتحيه، ديجا تخدم فيها خدمه، اما بلاش نورمالمون تخلص انت فتحيه. معالج نفسي للحيوانات الاليفه. انت معالج دوشك. باه صحيح ولا السبعه دوشك. لعشاق الحيوانات تجم تتقدم للوظيفه هذه فتحيه، تعالج الحيوانات نفسيا اللي تحسهم متأزمين جدين ببوجتهم وهكا، وديما في جرتك بلاصه لبلاصه هكا تتلهي بهم وتشوش بهم مكتئبين. والمرتب السنوي يوصل ل 35,000 دولار. حلوه زاد الوظيفه دي، انسانيه برشا. عندك وظيفه اخرى وهي تجهيز الحقائب للناس اللي يبداو من فواياج لفواياج او ما يحبوش تحضير الفليجات. انت تمشي تحضر لهم الفليجات نتاعهم مقابل 250 دولار في الساعه. الساعة 250 دولار. أيوة اللي من بعد شتولي أنت أغنى من اللي يسوق. صحيح، أغلى من الدبش اللي حطيته في الفليج. هذه من تمنية لحتى حد، واللي هي اللطف عليكم البكاء في المئات. لا لا هذه يجيبوها، يجيبوا عبد جوست باش يصيح ويبكي بالقوي في المآتم، وهوكا الشهرية نتاعو زادة عالية. هذه بنلفلها مع زي معناها هذه في تايوان موجودة. شكون يجيو ينوحوا من غير حتى من غير فلوس. عندك هذه زادة من تمنية لحتى حد، واللي هو متذوق طعام الحيوانات، وهو اللي ياخذ أكثر من اللي سميتهم لك الكل، واللي تعتبر من ضمن الوظائف الغريبة في العالم. يتذوقوا من خلالها الماكلة نتاع الحيوانات، والمبلغ باش يكون 50,000 دولار سنويا. وشنو الهدف؟ وشنو الهدف؟ مو خاطر قال لك عندهم حيوانات في اي بي في البلدان هذوما، كلي قبل ما يذوقوها هما لازمك انت تعطي تقول بنينه وانا مش بنينه. اي باهي بالنسبه للانسان بنينه والحيوان مش بنينه. هذه الخدمه تحب تفض المراه فيك اختي، هذو الخدمه الموجودين عندنا. خدمه اخرى ذي نتمناها انا هكا 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 هك هك. اللي هي متذوق الحلويات، تسكي حلويات ديجيتو حلو، دي تشيز كيك، كل شيء.
وباش اما بعد ما تاكل لازمك تكون معناها عندك خبره في اللغات، خاطرك تكتب تقرير باللغه نتاع البلاد اللي انت فيها معناها فهمت. دونك تكتب تقرير معناها تقيم باهي مش باهي، شنو الحاجات البلوس الخايبين، ومقابل مبلغ مالي عالي جدا. مازالوا عندنا ثلاثه خدم. الخدمه الثالثه هي انك انت تشد الصف في بلاصه عبد اخر، معناها العباد اللي عنده جمعة كاملة مثلا، عندي بلدية قباضة، عندي برشا حاجات نعملهم في نفس الجمعة، نكري عبد جمعة كاملة يمشي يشد لي صف القباضة، صف البلدية كل، كي يجي دوري مثلا نكون انا قاعدة متكية في الكهرباء في الكليماتيزور، يجي دوري يكلمني نجي ناخذ البلاصة نتاعو مقابل $1,000 في الجمعة. اللي حلوة للي باش يكري شكون، مش اللي باش يخدمها. ايه الخدمة فوالا. عندنا زادة الخدمة هي مطاردة القروض، انك انت تشد القروضه في كل البلدان اللي فيهم برشا القروض مسايبين في في الشارع. دونك انك انت تحاول الماكسيموم ما تخليهمش يذيو العباد. والاخر واحده واللي هي بارامون باش يختارها سيف طويقه، واللي هي انك انت تجرب الالعاب الالكترونيه قبل ما تهبط في الاسواق. معناها كي يطلعوا مثلا بلاي ستيشن جديده، يطلعوا اي حاجه يجيبوك انت ديجا تخدمها الخدمه هذه، انك انت تلعب هاللعبه ولا تلعبهم لي جو جدد هذوما، وكان عندك ريكلاماسيون ولا كان عندك حاجه في الجو ما لعبتكش تبلغ بها الشركه المنتجه للعبه هذه. خير بيان. دونك فتحي اختارت نورمالمون لاني انك انت تاكل الماكله. والله بديت نتراجع خاطر خفت ترش عليش فما حاجات جديده خفت ولا حاجات جديده نتصور مانيش ننجح فيها. تحبش متفات السرير ولا متفات السرير متفات السرير نجم نعطي فيها وعندك معالج نفسي الحيوانات تنجم تنطش فيها. سيف باز انت تاع الالعاب الالكترون ليه اش تحب؟ نتاع القرودة. القرودة والله يجو معاهم القرود خاصة كي يبدو اجريسيف لما وجهه مشي السيف. سمية حلويات وحق تحب تحضر في اللي جيت انت سمية جو عندك بدا بيه برشا. انا يا اما نتاع المدفئة السرير السرير هذيك عجبتني بصراحة، وإلا نتاع الحلويات تعجبني نحب اكيكا بيه. انا نحب واحد انا قاعدي مرقلين مرقلي انا غرايب وعجايب غرايب وعجايب غنية رجعين.